الحروب أثرت فيها على بكير؟ كان أول سؤال فضولي بطفولتها، ليش هيك عم بصير؟ بدل الباربي انشغلت بهتلر، بلشت حياتها المهنية مراسلة صحفية بوقت الاحتلال الإسرائيلي، بتفضل الذهب الأسود على الأصفر وخبيرة بحوكمة النفط والغاز، شغلت منصب المديرة التنفيذية لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، وبتدير برنامج التطوير البرلماني والإعلامي بالعالم العربي. شرسة بالدفاع عن قضايا المرأة، وبتآمن إنه تحصيل الحقوق بده مطاحشة. ما تغشكم كل هالجدية، فممكن بأي لحظة تتحول لكوميديان. لوري خبرينا نكتة. تعرف هلا انتخابات، على النصف. زواجها من الإعلامي زافان سيري، وانفتحت من 16 سنة وعندها منه ولدان. نجت من الموت بأعجوبة لما صادف إنها غادرت فندق الريديسون بعمان قبل ساعات قليلة من تفجيره. من وقتها بتعتبر إنه في هدف وسبب لوجودها بالحياة. بالدول المتقدمة بيقدروا هالنوع من الكفاءات والخبرات، فهل الناخبين اللبنانيين رح ينجحوا بالتنقيب عن المرشح على مقعد الأرمن الأرثوذكس بدائرة بيروت الأولى؟ لوري، هاي تايان.